نشرة إخبارية مفصلة من الميادين، حياكم الله وإلى العناوين. محتجون يقطعون الطريق المؤدية إلى عدد من الوزارات في القدس رفضا لخطة نتنياهو، والكنيسة تقر بالقراءة الأولى بند التغلب على المحكمة العليا. الأسرى يواصلون العصيان لليوم 29، وقفة تضامنية مع الشيخ خضر عدنان في طول كرم، والحركة الأسيرة تدعو إلى وقفات إسناد مساء. التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعلن تعرض قاعدة لقواته شرقية سوريا لهجوم صاروخي. أزمة المصارف الأمريكية تعصف بمؤشرات الأسواق العالمية، تطمينات بايدن تفشل في تهدئة المودعين، وبروكسيل تقول ليس هناك خطر مالي محدق. بايدن يكشف عن خطط لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، وبكين تقول إنه عمل غير قانوني لنشر السلاح النووي. مؤتمر باتريا الدولي الثاني يفتتح أعماله في العاصمة الكوبية، والنقاش يتمحور حول أهمية تقديم المعلومات الصحيحة واستنكار خطاب الكراهية. أهلا بكم. في سياق احتجاجاتهم المستمرة على التعديلات القضائية، قطع عدد من المستوطنين الطرق المؤدية إلى الوزارات الحكومية في القدس المحتلة. المحتجون تجمعوا أمام مقر الحكومة في القدس وقطعوا الطريق المؤدية إلى مداخل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد لمنع موظفي الوزارات من الوصول إلى مكاتبهم ومتابعة مهامهم. أقر الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى فجرا بند التغلب على المحكمة العليا إلى جانب مقترح تعديل قانون عزل رئيس الحكومة عن أداء مهامه. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بند التغلب سيسمح للكنيسة بإعادة تشريع قوانين رفضتها المحكمة العليا، كما تم إقرار مقترح قانون سيمنع الإعلان عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاجز أو غير مؤهل لمواصلة مهامه، وبموجبه يمنع سجنه وعزله من منصبه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية. معنا من بيت لحمة مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، بعد التحية، يعني إذا التظاهرات ما زالت مستمرة داخل الكيان الإسرائيلي، نسأل عن هذه التظاهرات، إن كانت هناك اعتقالات وإن كان التصادم ماذا ما زال مستمرا؟ ناصر، صباح الخير مروان. رغم الجو الماطر والمنخفض الذي تمر به القدس، تظاهر العشرات أمام مبنى الوزارات الثلاث التي ذكرت. بأشرت اعتقلت اثنين وفرقت الباقين بالقوة. الأخطر من ذلك ما كشفته صحيفة هارتس، أن المخابرات الإسرائيلية تغلغلت وسط المتظاهرين لتتجسس عليهم وتعرف من يقود ومن يرفع الشعارات إلى آخره، بمعنى أن حكومة الاحتلال تستخدم الأساليب البوليسية ضد الجنرالات وضد الضباط والجنود الذين يتظاهرون، وهذه سابقة ما بعدها سابقة. إلى ذلك واصل نتنياهو بتوجيهاته، الكنيسة تقر هذا المشروع، ما يعني أنه الأمور وصلت إلى حد الانقسام الكامل. لا مرد عن ما يفعله من تشريعات في الكنيسة إلا بحل الكنيسة، وكنيسة جديد يلغي ما أقره هذا الكنيسة. من جهة أخرى هذا يمنع خط الرجعة للمتظاهرين، والذين عليهم أن يمضوا الآن إلى أبعد من ذلك. الأربعاء التظاهرة والخميس والسبت القادم ستكون الذروة، لكن تواجد هؤلاء المتظاهرين في الشارع وسط هذا الجو الماطر يدل على أن الأمور وصلت إلى مرحلة لا عودة مروراً. وهنا نسأل عن الدعون لحل وسط، إن كان تراجع الدعون لحل وسط، نسأل أيضا ناصر إذا كانت واشنطن حسمت موقفها لصالح المتظاهرين. هناك تقارير تحدثت أنه واشنطن تدعم المتظاهرين. ذوت الأصوات التي تدعو إلى حل وسط، حتى الذي يمثلهم هيرتسوغ رئيس الدولة العبرية قال بأن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي لا ترد على اتهامات نتنياهو وتواصل سياستها، ولا أي مسؤول
أمريكا التقى بالوزير المالية الإرهابي سموتريتش، وكذلك المواقف متباعدة وتبتعد أكثر. لا يخجل أمريكا أن تتدخل فإسرائيل مشروعها الصغير، ولا يخجل الإسرائيليين أن هواهم أمريكي وانتماهم أمريكي. لا نتحدث عن عاصمة عربية، بل نتحدث عن جبهة داخلية تفاخر، حتى الوزراء يفاخروا إذا كانوا ضمن التيار الأمريكي. الأمور ذاهبة باتجاه أصعب وباتجاه استخدام كل طرف كل الأساليب لتحطيم الطرف الآخر. شكرا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن مناورة الوفاء لضفة الثوار جاءت وفاء لشهداء الضفة الغربية ومقاوميها واستعدادا وتجهيزا للقتال في كل الساحات. وفي كلمة مصورة شدد أبو حمزة على أن المناورة هي نتاج عمل دؤوب وإعداد متواصل عكست كفاءة عالية في الأداء العسكري للمقاومين، التي شاركت بها الوحدات القتالية المختلفة في سرايا القدس، والتي حاكت واقع الحرب والقتال. ما هي إلا نتاج عمل دؤوب وإعداد متواصل على أيدي الثلة المجاهدة المخلصة المؤمنة بعدالة قضيتها. ولن نقابل الاحتلال إلا بالمقاومة التي تواصل في كل يوم نشيد البطولة والفداء. وما دماء إخوانكم في سرايا القدس وباقي فصائل المقاومة في الضفة الأبية إلا دافعا لهذا الفعل البطولي. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي العصيان لليوم 29 رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير التي تضاعف معاناتهم داخل السجون وتسلبهم أدنى حقوقهم الإنسانية. مؤسسات الأسرى قالت إن اليوم الثلاثاء هو ثلاثاء الحرية نصرة للأسرى. وكان نادي الأسير قد أعلن أن الاحتلال يرفض حتى الآن الاستجابة لمطالب الأسرى، داعيا إلى تنظيم وقفات تضامنية مع الأسرى اليوم في مراكز المدن الفلسطينية، وإلى اعتماد كل النشطاء والإعلاميين هاشتاج الشعب يريد تحرير الأسير على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ودعت عائلة الأسير الشيخ خضر عدنان جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة طول كرم. الأسير خضر عدنان يستمر في إضرابه عن الطعام لليوم 40 احتجاجا على اعتقاله التعسفي في وقت يواجه فيه تدهورا مستمرا في وضعه الصحي وظروف عز قاسية في زنازين معتقل الجلمة الإسرائيلية. معنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، بعد التحية، إذن الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم 29 على التوالي، هم أيضا يعني يرفعون شعار الثلاثاء الحمراء في معركة العصيان، ولهذه الذكرى يعني لها أثر كبير في الوجدان الفلسطيني. نسرين، نسأل عن مسار العصيان، عن التفاعل مع دعوات الحركة الأسيرة إلى تنظيم وقفات تضامنية وإلى إطلاق هاشتاج الشعب يريد تحرير الأسير. نعم، هذا الهاشتاج أصبح هو الأكثر تداولا، خصوصا أن مطالب الأسرى في سجون الاحتلال تحولت من فقط مطالب حياتية إلى أصبح الآن مطلبهم هو الحرية، وأن معركتهم كما يؤكدون أنها ستستمر حتى ينالوا الحرية، وأنهم تعبوا من سياسات المماطلة الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليهم. هم أعلنوا أن كل يوم ثلاثاء هو يوم يجب أن يكون يوم لإسناد الأسرى. لجنة طوارئ الأسرى دعت الفلسطينيين إلى الخروج في كل يوم ثلاثاء لاعتصامات في مراكز المدن حتى الوصول إلى مطلع شهر رمضان، حيث من المتوقع الإضراب عن الطعام. المقصود بالثلاثاء الحمراء هي الثلاثاء التي أعدم فيها الاحتجاب البريطاني ثلاثة من أبطال الشعب الفلسطيني في سجن عكا، وبالتالي هم يريدون اعتبار هذا اليوم يوم رمز من أجل الحرية، من أجل مواصلة هذه المعركة. الدعوات هي للخروج في مسيرات في الساعة 7:30 من مساء هذا اليوم في كل مراكز المدن الفلسطينية، وكانوا نفذوا مثل هذا اليوم الأسبوع الماضي، خرجوا في مثل هذه المسيرات. كانت الدعوات عند 9 مساء لكن اليوم عند 7:30، والأسبوع الماضي كان هناك حضور حاشد للمواطنين وتلبية لمطالب الأسرى، ويتوقع اليوم طبعا أن يكون مثل هذه الاستجابة، خصوصا أن الأسرى يواجهون وحدهم إجراءات الاحتلال
ويتعرضون لأبشع هجمة من قبل مصلحة السجون بقرارات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يسعى إلى إعادتهم إلى بدايات الاحتلال، بمعنى استلاب كل الإنجازات التي حققها الأسرى في سجون الاحتلال. نحن نتحدث منذ العام 67 حتى اليوم عن أكثر من مليون فلسطيني أسير، وبالتالي كل عائلة فلسطينية تعرف معنى الأسر في داخل سجون الاحتلال، وبالتالي هم يصرون على دعم أسرهم وعدم تركهم وحيدين يواجهون مصلحة السجون والاحتلال. نعم. نسرين نسأل أيضا عن الأسير خضر عدنان، هو يعني يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 40 على التوالي، إن كانت هناك معلومات جديدة تتعلق بالأسير خضر عدنان، وأيضا كانت عائلته قد دعت يعني إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الأسير خضر، إن كانت هناك يعني أيضا أي معلومات عن دعم الأسير خضر عدنان خارج السجون. نعم، عائلة الأسير خضر عدنان دعت إلى وقفة في طول كرم صباح هذا اليوم بمقر الصليب الأحمر، من المفترض أن تنظم الآن في هذه الدقائق. قبل قليل تحدثت مع زوجته وقالت أنهم في الطريق إلى مقر الصليب الأحمر في طول كرم، وتحدثت أيضا عن وضع زوجها، قالت أن ظروفه الاعتقالية صعبة جدا، هو حاليا لا يستطيع الوقوف، يتم نقله عبر كرسي متحرك. مصلحة السجون والسجنين يضايقون عليه بشكل كبير، يضعونه في زنزانة سيئة جدا ملأة بالحشرات، يضيقون عليه من حيث عدم السماح له بحرية يعني الحركة أو الحديث مع الأسرى، لأنه يعني عندما يضرب الأسير يضعونه في زنزانة منفردة يبقى وحيدا، وهذه المرة وضعوه في زنزانة سيئة، بمعنى أنهم يريدون محاولة كسر إضرابه عن الطعام. طبعا الأسير خضر عدنان أضرب أكثر من مرة عن الطعام، وصحته لم تسترد بشكل كامل بسبب هذه الإضرابات، وبالتالي إضرابه هذه المرة سيكون الأصعب، وبعد 40 يوما بحسب ما أكدت زوجته أن وضعه الصحي صعب، وهي تناشد الجميع بالوقوف مع عائلته من أجل يعني مساندته ويعني دعمه في هذا الإضراب الذي على ما يبدو أنه سيستمر ليشمل إضراب بقية الأسرى في الأول من رمضان. مراسلة الميادين من رام الله نسرين سلمي، شكرا لك. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي بعد 17 عاما من الأسر، ونظم له حفل استقبال حاشد في رام الله بحضور رسمي وشعبي. نسرين سلمي. بالرغم من سنواته 80 ومرضه الذي تسببت به سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، أصر شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي على أن تكون أولى لحظات الحرية مع رفيق دربه الرئيس الراحل ياسر عرفات. الشوبكي زار ضريحه ووضع إكليلا من الزهور وسط هتافات تؤكد استمرار المقاومة. الشوبكي نقل رسالة عن الأسرى في سجون الاحتلال أكد فيها ضرورة إسنادهم ودعمهم من الشارع، كما تحدث عن وضع الأسرى المرضى في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة من الاحتلال. يحمل رسالة على الأسرى، كل الأسرى في السجون، أن نقف إلى جانبهم، أن نساندهم، أن ندعمهم، أن لا نسمح لهذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية أن تنتصر على إرادة الأسرى وعلى حقوقهم. أبو حازم قال الأسرى لا يريدون إلا الحرية، وعلينا كشعب فلسطيني وعلى كل الأحرار وعلى الجميع أن يسعى من أجل حرية المعتقلين الفلسطينيين. الحرية هي الأساس. وكان الأسير الشوبكي قد أمضى في سجون الاحتلال 17 عاماً بعدما اتهمته إسرائيل بتمويل سفينة كارن إيه التي ادعت أنها كانت محملة بالسلاح من إيران إلى السلطة الفلسطينية عام 2002. رغم كل الناس اللي تخلت عنا، إحنا ما بنتخلى عن شعبنا ولا عن وطننا ولا عن أبنائنا، سنضلنا ندافع ونناضل. يشار إلى أن الأسير الشوبكي يعاني من مرض السرطان، وكان الأسرى في سجون الاحتلال يقومون برعايته في ظل إهمال مصلحة السجون معالجته. الإفراج عن أي أسير فلسطيني هو فرح في كل بيت، فهو يعطي الأمل بأن الحرية لابد قريبة. نسر سلمي، رام الله، الميادين. في يوم الجريح الفلسطيني يواجه الجرحى الفلسطينيون في قطاع غزة ظروفا استثنائية بفعل الإصابة والحصار. تقرير أحمد غانم. بعد إصابتهم بفعل عدوان الاحتلال،
أضحى هؤلاء الشبان أسرى لمقاعدهم المتحركة، محمد وأحمد وعبد القادر، يكابدون منذ سنوات مرارة الإصابة التي فاقمت من صعوبة أوضاعهم، ورغم ذلك يؤمن الشبان بتحقق العدالة في محاسبة مجرمي الحرب الذين تسببوا في معاناتهم. الاحتلال الصهيوني تسبب بإصابتي قبل 20 عام من الآن، ولا زلت أعاني من هذه الإصابة، قاعد على كرسي متحرك. صاحبت هذه الإصابة 20 عام من الآلام ومن الأوجاع. يعني الجريح الفلسطيني يحتاج إلى كرسي متحرك، يحتاج إلى عكاز، أبسط مقومات اللي هو الذي يعني تأخذ بيد الجريح لتخفف عن آلامه على أحزانه غير موجودة وغير متوفرة في غزة. أكثر من 200,000 جريح في قطاع غزة يعيشون ظروفا استثنائية بفعل الإصابة، فضلا عن معاناتهم في ظل الحصار الذي يحول دون حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية وتزويدهم المستلزمات الضرورية والأطراف الاصطناعية. أما عدم صرف المخصصات المالية لعدد كبير منهم من قبل السلطة الفلسطينية فيشكل سببا إضافيا لتفاقم أوضاعهم الإنسانية. قائمة الانتظار طويلة للأطراف الصناعية، الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحصل عليها فقط ما يقارب 20% فقط من احتياج الشهري، هذه كلها جزء من معاناة الجريح الفلسطيني التي نسلط الضوء عليها اليوم في هذه الوقفة وفي هذه الفعالية لكي نوصل رسالة للعالم الأجمع على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه ابناء شعبنا في قطاع غزة. هؤلاء الجرحى بعد وقف رواتبهم أصبحوا يعانون مزيدا من الضغط الاقتصادي ومزيدا من العبء الاقتصادي، وبالتالي هم بحاجة من الجميع لأن يقف معهم ويسندهم ويعيد لهم رواتبهم التي تم قطعها عنهم. وفي يوم الجريح الفلسطيني تؤكد مؤسسات حقوقية تعمد إسرائيل إلحاق الضرر البالغ بالفلسطينيين عبر استخدام القوة المفرطة، ما يستدعي إدانتها في المحاكم الدولية. منح الجرحى حقوقهم بعيدا من أي تجاذبات سياسية من شأنه التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في ظل الحصار. أحمد غانم، غزة، الميادين. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات جمدت صفقة شراء أمنية مستقبلية مع إسرائيل على ضوء تصرف الحكومة. وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 الإسرائيلية نارد فوري إن إسرائيل قررت تجميد بيع منظومة فريدة من نوعها لدولة مهمة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار الحساس جاء بسبب تطورات مقلقة في الآونة الأخيرة في تلك الدولة. شدد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي على ضرورة أن تتعاون كل الدول التي تتعرض للعقوبات الأمريكية لكسر الحظر عبر تأليف مجموعة مشتركة. وخلال استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في طهران، أكد خامنئي أن طاقات التعاون بين إيران وبيلاروسيا أكثر بكثير من المستوى الراهن، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين ورفع مستوى العلاقات. أعرب وزيرا خارجية روسيا وإيران سيرجي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحهما للمستويات القياسية لحركة التجارة بين البلدين على الرغم من العقوبات. وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن الوزيرين تبادلا في أجواء من الثقة خلال اتصال هاتفي بينهما الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتم تأكيد الاهتمام المشترك بمواصلة التنسيق الوثيق في إطار الاتصالات المباشرة المقبلة بين الوزيرين. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك خلايا إرهابية عديدة واعتقال أعضائها والعثور في حوزتهم على متفجرات وقنابل. وأشارت الوزارة لاعتقالها 21 عنصرا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق كانوا في صدد ارتكاب أعمال تخريبية في طهران، وأضافت أنها اعتقلت في مدينة مشهد خلية أخرى للمنظمة كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية. وكشفت الوزارة أن الحزب الديمقراطي الكردي الانفصالي أرسل عددا من عناصره بهدف القيام بأعمال تخريبية في طهران، لكن القوات الأمنية اعتقلتهم قبل القيام بأي عمل. أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن تعرض قاعدة لقواته شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي. التحالف ذكر في بيان أن الصاروخين استهدفا قوات التحالف شرق دير الزور، وأفاد بأن هجمات من هذا النوع تعرض قواته والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة وفق ما جاء في البيان. أفادت مصادر للميادين بأن التحالف الدولي ينقل أسرى تنظيم داعش
من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة إلى قواعد عسكرية ومعبر حدودي. المصادر أشارت إلى أن مسلحي داعش المعتقلين يجري نقلهم إلى قاعدتي الشدادي والعمر الأمريكيتين في ريف دير الزور ومعبر سيمالكا الحدودي. وأضافت أن نحو 150 عنصرا من داعش من جنسيات أجنبية عديدة جرى نقلهم من السجن. أدت تبعات انهيار بنك سيليكون فالي إلى استمرار خسائر أسهم البنوك العالمية الثلاثاء، ولم تفلح تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع سياسات الآخرين في تهدئة الأسواق. وواصلت أسهم البنوك في آسيا خسائرها، حيث خسرت أسهم البنوك الأسترالية الكبيرة أكثر من 2%، وهو المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي في بورصة طوكيو 6.7% في مستهل التعاملات. ووسط مخاوف المستثمرين من حدوث انهيارات إضافية، خسرت البنوك الأمريكية نحو 90 مليار دولار من قيمتها في سوق الأسهم الاثنين، لترتفع خسائرها خلال جلسات التداول الثلاث الماضية إلى نحو 190 مليار دولار. رسائل طمأنة حاول بثها الرئيس جو بايدن للأمريكيين بأن نظامهم المصرفي آمن، وذلك في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي ووضع بنك سيجنتشر تحت الإدارة العامة الفيدرالية، مؤكدا أن الأزمة تحت السيطرة. يمكن للأمريكيين أن يثقوا أن النظام المصرفي آمن، الودائع ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها، لن يتحمل دافعو الضرائب كلفتها، وستتم محاسبة المسؤولين عن الأزمة، ولن تكرر أزمة 2008. لم يكد الرئيس الأمريكي ينهي كلامه حتى تهاوى سعر سهم بنك فيرست ريبابليك الأمريكي أكثر من 65% مع بدء التداول في وول ستريت، ما أدى إلى تراجع أسهم بنوك أخرى، حيث انخفضت أسهم بنوك إقليمية بينها ويسترن ألاينس بانك كورب وزاينس بانك كوربوريشن، رغم إعلان السلطات المالية الأمريكية يوم الأحد عن خطة إنقاذ لضمان ودائع زبائن بنك سيليكون فالي. هناك قلق من أن تؤدي الأزمة الراهنة إلى سحب المودعين ودائعهم المالية غير المؤمن عليها من عدد كبير من المصارف المحلية واستثمارها في أكبر المصارف التجارية، وهذا الأمر من شأنه التسبب في أزمة لهذه البنوك أيضا. كان انهيار بنك سيليكون فالي مفاجئا وسريعا، رغم تفاخره بداية العام بأصوله المالية التي تجاوزت 200 مليار دولار، لكنه سرعان ما انهار في أقل من 48 ساعة بعد استثماره أموال المودعين في سندات حكومية طويلة الأجل، ما أدى إلى خسارته لأسباب أبرزها رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم. تحمل إدارة بايدن الإدارة السابقة مسؤولية الانهيار المالي بحكم تساهل إدارة ترامب في الضوابط المصرفية. وهنا يبقى السؤال عما إن كان بمقدور الكونغرس سن قوانين جديدة تبعد خطر الانهيار عن بنوك أخرى. محمد كريم، واشنطن، الميادين. وتواصل البورصات الأوروبية تراجعها، وقد سجلت أمس أسوأ جلسة في عام بعد إفلاس مصرفين أمريكيين. مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي رأى أنه لا خطر من انتشار عدوى الإفلاس إلى المصارف الأوروبية، لافتا إلى أن المفوضية تتابع الوضع وهي على اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي. طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق العاجل في تفجير السيل الشمالي. وقد أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن بلاده قدمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في تفجير خطوط التيار الشمالي لإظهار نقص المعلومات. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موافقة روسيا على تمديد اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود. وقال أن موسكو لا تعترض على تمديد هذه الصفقة بدءا من 18 من الشهر الحالي لـ60 يوما فقط. في المقابل قال وزير البنية التحتية الأوكراني أن موافقة روسيا على تمديد اتفاق الحبوب 60 يوما فقط تتعارض مع الوثيقة الموقعة مع تركيا والأمم المتحدة،
وأوضح أن اتفاق مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يتضمن التمديد ل 120 يوما على الأقل. الخارجية الأمريكية حذرت من اتفاقية الحبوب تمر في مرحلة حاسمة. نحن في لحظة حرجة في هذه المفاوضات، يتطلب تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود موافقة جميع الأطراف، وهذا شيء يعمل عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. العالم بحاجة إلى مبادرة الحبوب، ونعتقد أنه ينبغي تمديدها وتوسيعها. أكثر من 4 ملايين طن من القمح ذهبت مباشرة إلى البلدان النامية نتيجة للمبادرة. قد يبدو هذا مجرد رقم، لكنه يختصر 8 مليارات رغيف خبز في الدول النامية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية باليستية هي الثانية في غضون أيام. أهلا بكم من جديد. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت فجر اليوم صاروخين باليستيين في تجربة صاروخية هي الثانية لبيونغ يانغ خلال يومين، ويتزامن ذلك مع مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع منذ 5 سنوات. الجيش الكوري الجنوبي أعلن التأهب وأنه ينسق مع الولايات المتحدة. اليابان بدورها أعلنت التأهب ومراقبة الوضع بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. نحن قلنا سابقا إن من المحتمل أن تصعد كوريا الشمالية أفعالها الاستفزازية بما فيها إطلاق الصواريخ وإجراء اختبارات نووية. وفي خصوص تحركات كوريا الشمالية العسكرية، سنواصل التعاون من قرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمراقبة الوضع والبقاء على أهبة الاستعداد، بحيث يمكننا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لسلام بلدنا وأمنه. التجربة الصاروخية تزامنت مع كشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن خطة لتزويد أستراليا غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية بهدف مواجهة تحركات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي ورئيسي الوزراء الأسترالي والبريطاني صدقوا على خطة من أجل المشروع المسمى أوكوس، حيث تقرر بموجبه بيع أستراليا 3 غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة فيرجينيا، مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر. وفي السياق، نددت الصين بالمشروع واصفة إياه بالعمل غير القانوني لنشر السلاح النووي. الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف صفقة الغواصات مع أستراليا بأنها تغيير لقواعد اللعبة في منطقة المحيطين. أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في قواعد اللعبة من وجهة نظري، وأعتقد أنه إلى جانب الرباعية التي نحن جزء منها بما في ذلك اليابان والهند، لدينا القدرة على توسيع المجال البحري للديمقراطية والسلام والاستقرار والأمن، وهذا أمر مهم. في الصين، اختتم المجلس الوطني 14 لنواب الشعب جلساته، حيث حذر رئيس الصيني الخارجة من مغبة دعم الحركات الرامية إلى استقلال تايوان. مهدي ديراني. تعزيز القوة الدفاعية وتحذير بشأن التدخل في القضية التايوانية من أبرز مواقف الرئيس الصيني تشي جي بينغ في أول خطاب له بعيد إعادة انتخابه لولاية ثالثة. شي وخلال اختتام جلسات مجلس النواب وجه رسائله إلى دول الخارج، محذرا إياها من مغبة دعم الحركات الهادفة إلى استقلال تايوان، ومؤكدا في الوقت نفسه ضرورة بناء جيش قوي أشبه بالسور الفولاذي. يجب التمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة والتزام توافق عام 1992. كذلك يجب تعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان، ومعارضة التدخل الأجنبي والأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال تايوان. من الضروري استمرار العمل لإعادة توحيد الجزيرة مع الوطن الأم.
رسائل شي لم تختلف في المضمون عن تصريحات رئيس الوزراء لي تشيانغ، إذ انتقد الأخير محاولات واشنطن قمع الصين واحتوائها. المواطنون على جانبي المضيق عائلة واحدة، انطلاقا من مبدأ صين واحدة وتوافق عام 1992، سنواصل تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعاون بين جانبي المضيق، ويجب أن نعزز التعاون مع الشركات التايوانية، فهي قادرة أيضا على الاندماج والتطور على نحو جيد. أما لجهة أهداف الحكومة للسنوات المقبلة، فقد أكد تشيانغ أهمية تعزيز الاقتصاد وضمان استقراره بغية تحقيق هدف النمو المرجو بنسبة 5%، إلى جانب تكثيف الجهود لتعزيز خطة الابتكار في المجالات كافة. أهداف الحكومة الجديدة وأولوياتها كشف عنها رئيس الوزراء لي تشيانغ، لتكون بذلك السنوات المقبلة مسار تعزيز نمو الاقتصاد والنهضة بالبلاد. مهدي ديراني، من قاعة الشعب الكبرى في بكين، الميادين. انتخب مجلس نواب الشعب الجديد في تونس في جلسته الافتتاحية إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس، وبدأ العمل لصياغة نظام داخلي له. وتواجه البرلمان تحديات جدية، أهمها رفض المعارضة الاعتراف به. مراد الدلنسي. بعد عام وثمانية أشهر من الإغلاق، برلمان تونسي جديد يعقد أولى جلساته، جلسة افتتاحية لم تخرج عن إطار تهيئة البيت البرلماني لانتخاب رئيس ومساعدين له وإعداد القانون الداخلي. لكن التحديات أمام هذا البرلمان ستكون أكبر في ظل المشاكل الداخلية والقضايا العالقة، إضافة إلى النجاح في تكوين كتل برلمانية في ظل غياب الأحزاب التقليدية. الرهانات عليه فقط تنحصر في أنه سيبدأ الجانب الرسمي التشريعي للدولة التونسية الجديدة، وستكون مهمته الأكثر هي مراقبة القوانين، لأنه ليس كالبرلمانات السابقة، لن يتدخل في تشكيل حكومة ولا في إسقاطها ولا في تعيين الرئيس ولا في إخراجه. تزامن الجلسة البرلمانية مع منع وسائل الإعلام باستثناء العمومية منها من دخول البرلمان، اعتبره صحفيون مؤشرا سلبيا قد يدل على بداية التضييق على الصحفيين، وهو ما يمكن أن يعزز اتهامات المعارضة بتنامي سياسة التعتيم. هو سياسة تعتيم، ضرب حق المواطن في المعلومة، ضرب حق الصحفي في العمل، ونحن في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لن نقبل بذلك. ستكون لدينا قرارات تصعيدية للتصدي لمثل هذه السياسات التعتيمية والسياسات الإقصائية الممنهجة التي تعتمدها السلطة الحالية. للأسف اليوم لا يوجد جهاز في الدولة يتحمل مسؤوليته في هذا القرار ويقول أنا اتخذت هذا القرار. المعارضة ممثلة في جبهة الخلاص وحركة النهضة استغلت الجلسة الافتتاحية للبرلمان لتجديد رفضها للمجلس التشريعي، مجددة تمسكها بدستور 2014 وبرلمان 2019، وبرفضها مسار 25 من جويليا، ما يعني أن فصلا جديدا سيبدأ من مسلسل الصراع بين السلطة والمعارضة. برلمان يقول مؤيدو الرئيس إنه سيكون داعما للإصلاحات الشاملة في البلاد، بينما تقول المعارضة إنه برلمان غير شرعي وبلا صلاحيات. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. قاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مسيرة حاشدة في مدينة لاهور الباكستانية لبدء حملته الانتخابية. وبدأت المسيرة من مقر إقامة خان، حيث سار المشاركون عدة كيلومترات. كذلك أعلن خان أنه سينظم مسيرة أخرى كبيرة يوم الأحد المقبل. المجرمون في هذا البلد وجالسون في الأعلى يستخدمون كل الأساليب الممكنة لإجبار حزبنا على عدم خوض الانتخابات، ولأجل هذا يلفقون الدعاوى ضدي وضد أعضاء في حزبنا، حزب إنصاف. تحركات سياسية ودبلوماسية لافتة تشهدها الساحة اللبنانية من بوابة الاستحقاق الرئاسي، فيما عمد رئيس البرلمان نبيه بري إلى تعداد المزايا الجامعة للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية. حسان الرفاعي. الحل السياسي في البلاد، يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يبدأ برئاسة الجمهورية، فالمطلوب وفقا للمواصفات رئيس يحاور سوريا، قادر على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية، ومؤمن باتفاق الطائف، مضيفا أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح للرئاسة
مد يده للجميع وأنه قادر على جمع اللبنانيين. كلام بري سبقته لقاءات جمعته بفريق العمل الأمريكي من أجل لبنان بحضور السفيرة الأمريكية دورثي شي، ولقاء مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الذي أكد الرهان على الإيرادات الخيرة. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي زار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وبحثا في ملف رئيس الجمهورية. كان الآراء متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن من أجل انتظام العمل العام بالبلد والعمل المؤسسات الدستورية ونبدأ نفوت بالحل، لأنه نحن اليوم شايفين أنه مضبوط في مشاكل اقتصادية واجتماعية، ولكن الأهم هو أنه الموضوع كله متعلق بالسياسة. حراك سياسي ودبلوماسي قد يؤشر برأي مراقبين إلى حلحلة الملفات العالقة وعلى رأسها الملف الرئاسي. في أمرين، في انفراج، في إيحاءات بالانفراج مبنية على اتفاق بكين، هذه من جهة، ومن جهة تانية يعني في معطيات للانفراج مبنية على حركة داخل لبنان، يعني حركة الرئيس بري، السيد نصر الله، السفير البخاري، اليوم الرئيس ميقاتي ببكركي. السفير السعودي استكمل جولته بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما ينتظر خلال الأيام المقبلة مؤتمر صحفي لمرشح رئاسة الجمهورية سليمان فرنجية. حركة سياسية ودبلوماسية متسارعة بدأت تشهدها الأروقة السياسية اللبنانية وسط أمال بأن تنعكس انفراجا داخليا في ضوء التطورات والاتفاقات الإقليمية. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية من جراء تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار وضعف القطاعات الإنتاجية ولا سيما الزراعية منها، عوامل أدت إلى تراجع قدرة السوريين على توفير متطلباتهم المعيشية. تقرير محمد الخضر. تكاد لا تغيب سلعة عن هذه الأسواق خضرا وفاكهة ولحوم، لكنه مشهد غير مكتمل من دون النظر إلى ضعف قدرة شرائية هو الأسوأ في سوريا منذ بدء الحرب. فالمواطنون يعانون من مستويات فقر عالية، معدل أجور لا يتجاوز 150 ألف ليرة في الوظائف الحكومية، ومتطلبات معيشية تتجاوز 2.5 مليون ليرة لأسرة من 5 أفراد شهرية. أكل الوحدة باليوم بتكلفك 60-70 ألف، هاي حطيت فيها أقل شيء وقيت لحمة. ما جبت فروجن دعمت أولادك، إذا جبت فروجن دفعت 100-150 ألف. والله الغلا شيء مو طبيعي بهالبلد صاير، يعني كل بيت بده شيء 3-4 يقدموا له لحتى يقدر الإنسان يعيش. والله عم يتدين، إذا وحدة معها ذهب عم تبيع ذهبها. قدمت الحكومات السورية منذ العام 2011 وعودا متكررة لردم الهوة بين الدخل ومتطلبات المعيشة من دون نتائج فعلية على الأرض. على العكس من ذلك تراجعت القدرة الشرائية بحدة مع مؤشرات خطرة أبرزها تراجع سعر صرف الليرة من نحو 2500 مقابل الدولار في العام 2019 إلى نحو 7000 ليرة بحسب المصرف المركزي اليوم. معطيات فرضت على الجهات الحكومية الالتفات إلى خطط آنية تتعلق بتوفير السلع والأغذية. المؤسسة السورية للتجارة أعلنت عن مناقصة لتأمين كميات من البقوليات بكميات كبيرة، أيضا مادة زيت دوار الشمس، وإضافة لقيامها بشراء تشكيلة سلعية كبيرة من احتياجات شهر رمضان الكريم. حاليا هي موجودة لدى المستودعات، سيتم طرحها في صالات مع بداية شهر رمضان الكريم. فرض قانون قيصر منذ تطبيقه منتصف العام 2020 مصاعب كبيرة على الاقتصاد السوري، وزادت الأوضاع تعقيدا تداعيات كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، وأخيرا كارثة الزلزال. رغم أهمية تلك العوامل ثمة مجالات كبيرة للتحرك، يقول اقتصاديون سوريون، عبر توفير متطلبات إقلاع الإنتاج وخصوصا الزراعي، وعبر إنعاش الصناعات الصغيرة، ما يخفف على الأقل من فاتورة الغذاء المرهقة على العائلات السورية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. بمشاركة إعلاميين وقادة رأي من 13 بلدا افتتح في العاصمة الكوبية هافانا مؤتمر باتريا في نسخته الثانية، وناقش المؤتمر أهمية تقديم المعلومة الصحيحة واستنكار خطاب الكراهية، واستنكر المشاركون الحصار الذي تفرضه واشنطن على هافانا. تقرير عروة محمود.
تقديم المعلومة الصحيحة واستنكار خطاب الكراهية شكلا العناوين الرئيسية لمؤتمر باتريا الذي افتتح في دار الأمريكيتين في العاصمة الكوبية هافانا بمشاركة صحافيين ومحللين وقادة رأي من 13 بلدا من مختلف القارات. نعتبر بأن هذا اللقاء هو نقطة تأسيسية جديدة لتعزيز التواصل بين كبار المثقفين والإعلاميين وصناع القرار إذا صح التعبير في أمريكا اللاتينية وعالم الجنوب بشكل عام. نحن من جهتنا كميادين كجزء مؤسس لشبكة المثقفين للدفاع عن الإنسانية وأيضا باعتبارنا نمثل المنسق العام لشبكة العالمية الإعلامية للدفاع عن الإنسانية، نحن أيضا هنا من أجل التنسيق والتواصل وإيجاد خطة جديدة للتعاون. وأنا أكشف لك الآن أنه هذا اللقاء اليوم في كوبا، وفي مرحلة لاحقة سيكون لدينا في العالم العربي وباستضافة منا. نقول لكوبا نحن هنا إلى جانبك للتضامن والاطلاع عن قرب على حقيقة ما تعيشه الجزيرة، لأننا اليوم لسنا أمام سرديات مختلفة بل نحن أمام الحقيقة أو الكذب، ولمعرفة الحقيقة يجب أن نعرفها عن قرب لنخبر بها الجمهور. هناك خطاب كراهية ضد كوبا ونحن هنا لمواجهة هذا الخطاب في بلد يعيش حصارا ظالما. كسر الحصار الرقمي على كوبا ومواجهة الحملة الإعلامية الأمريكية يمثلان أهم أهداف منتدى باتريا الدولي الثاني الذي أطلق نسخته الأولى العام الماضي إحياء للذكرى 130 لتأسيس جريدة خوسيه مارتي بطل كوبا القومي. يشكل باتريا مساحة مهمة لتوحيد الجهود من أجل كسر الحصار الرقمي على كوبا ومواجهة الإمبريالية التي تتحكم اليوم في نشر الأخبار، وننتظر من هذا المؤتمر في نسخته الثانية أن يخرج باتفاقيات مهمة تصب في مصلحة الدفاع عن الحقيقة وعن حق الشعوب في الوصول إليها. ويعود كولوكيو باتريا مرة أخرى ليبرهن أن كوبا ليست وحدها بل لديها أصدقاء من مختلف القارات ملتزمون بالدفاع عن الجزيرة التي تعاني من أطول حصار عرفه التاريخ. لا تعاني كوبا من حصار اقتصادي فحسب بل من حصار رقمي أيضا، ويمثل باتريا فرصة لإيجاد آلية لنقل الصورة الحقيقية للجزيرة وإيجاد محور إعلامي مقاوم في مواجهة الحملة السياسية والإعلامية المضللة لواشنطن ضد هافانا وعالم الجنوب. عروة محمود، هافانا، الميادين. ما بين النحت والرسم والتخطيط، فن صيني يسرد حكاية تاريخ وخبايا إمبراطورية. في حي تشيتشانغ وسط العاصمة الصينية بكين، لوحات تروي سيرة تاريخ الصين وحضاراتها بأيدي فنانين بشعار فلسفة فنية صينية، لوحات جمالية تخبرنا عن محطات انتقالية في تاريخ الصين ورحلات تمدنها. أستخدم الحبر والريشة وأعيد إنتاج الرسوم بصورة واقعية، فهذا النوع من الرسم هو الأساس لإبداع الرسامين المعاصرين. ورقة وحبر وريشة اجتمعت بين أنامل الفنانين لتخط لنا صورة تمثل الحياة الصينية وتطورها. نقوم بطباعة الصور باستخدام الطرائق التي استخدمت في العصور القديمة في الخمسينيات من القرن الماضي، أمل أن يتم الحفاظ عليها حتى نتمكن من إيصالها إلى العالم أجمع. الصورة تفرض على الناظر التأمل منبهرا والغوص في التاريخ، وهي تخترق أذهاننا بروعتها وتنثر بين نفوسنا بهجة.
هذه الحرفة تتطلب مهارة عالية ودقة. خلال حفر الرسوم على الخشب اعتمد الصينيون القدماء على النحت لتأريخ حقباتها. هذا النوع من التأريخ لا يحتاج إلى معرفة لغة البلد، فهو مخصص لعامة الشعوب. الفنان الصيني وإن لم يتقن لغتنا الأبجدية أتقن التعبير والتواصل عبر ريشته وأدواته، لتكون بذلك هذه الريشة أبلغ وسيلة يعرفنا من خلالها على بلده الصين. عندما يصور الفنان منظراً من مناظر الطبيعة أو يخبرنا بوسائله تاريخ مدينة عظيمة، لا يصور بذلك صورة مادية فحسب، إنما يحمل من خلالها أحاسيس خالجت نفسه، ويعبر عن حقبة وأزمنة متعددة. من العاصمة الصينية بكين، مهدي ديراني، ختام هذا تذكير بالعناوين. محتجون يقطعون الطريق المؤدية إلى عدد من الوزارات في القدس رفضا لخطة نتنياهو، والكنيسة يقر بالقراءة الأولى بند التغلب على المحكمة العليا. الأسرى يواصلون العصيان لليوم 29، وقفة تضامنية مع الشيخ خضر عدنان في طول كرم، والحركة الأسيرة تدعو إلى وقفات إسناد مساء. التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعلن تعرض قاعدة لقواته شرقية سوريا لهجوم صاروخي. أزمة المصارف الأمريكية تعصف بمؤشرات الأسواق العالمية، تطمينات بايدن تفشل في تهدئة المودعين، وبروكسل تقول ليس هناك خطر مالي محدق. بايدن يكشف عن خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، وبكين تقول إنه عمل غير قانوني لنشر السلاح النووي. مؤتمر باتريا الدولي الثاني يفتتح أعماله في العاصمة الكوبية، والنقاش يتمحور حول أهمية تقديم المعلومة الصحيحة واستنكار خطاب الكراهية. للمزيد من الأخبار والتقارير دائما زوروا صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت، باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.